نحاول نشوف المواقع اللي ممكن انها تديني الفاميليز ديت. وفي موقع انا يعني توصلت اليه مؤخرا، في حاجات كتيره قوي في الميديكال جازز مش موجوده في المواقع التانيه. ف او هنا مسجلها على ال، هنا انا عامل ايه بوك ماركس لبعض السايتس من ضمنها السايتس بتاعت الريفت. طبعا من ضمن الحاجات فيه الاوتو ديسك ريفت ام اي بي الكوميونتي ديت، كوميونتي فورم، يعني لو في عندك اي مشاكل وبتاع تدخل عليها وتلاقي حد تاني كان عنده مشكله وبعد كده هو يعني الناس التانيه حلتها ازاي فانت تعرف فتعملها وهكذا، دي يمكن ما فيهاش فاميليز. بعد كده طبعا في البيم كونتنت، اكيد حضراتكم كلكم دخلتوا عليها، تلاقي بقى في عنده بيم اوبجكت كتيره من ضمنها الحاجات بتاعت الميديكال. لو دخلت عليها الاقي شويه حاجات، طبعا في حاجات كتير قوي بقى انت بتدخل بالسيرش اللي انت عايزه. دوت سايتس من السايتس اللي موجوده. عايز ادخلكم على سايت قويه قوي في موضوع الميديكال، سايتس قويه في موضوع الميديكال اللي هي الازهر بوك مارك وبعدين ريفت وبعدين الفري باراميتر داتا ريتش ريفت اوبجكتس. باشمهندسين يعني لما دخلت بالسيرش ميديكال جاز فادالي مثلا يعني مثلا الالارم ده الالارم فالف بوكس مش هتلاقيه موجود في حتت ثانيه، هتلاقيه موجود بس في السايت ده من ضمنها الايه الالارم بوكس بتاعنا دوت، مش هتلاقيه الموجود اللي هنا. الكمبريسورز مش هتلاقيها موجوده اللي هنا، والزون فالف مش هتلاقيها موجوده اللي هنا وهكذا. ده سايت من السايتس. في كمان عندي سايت تاني برضه لو احنا دخلنا ريفت